درسنا لهذا اليوم هو الدرس الثاني من الفصل التاسع. موضوعنا العلاقة بين القسمة والضرب. فقرة الدرس عندي أتعرف العلاقة بين الضرب. بالدرس السابق أخذنا القسمة وعرفنا شو معنى القسمة. نقصد بها إنه عملية القسمة هي توزيع مجموعة من الأشياء بشكل متساوي. توزيع الأشياء بشكل متساوي. اليوم عندي علاقة ضرب بين الضرب والقسمة. نجي نتعرف إلى العلاقة بين الضرب والقسمة. ننتقل إلى فقرة نتعلم تنظيم وضع راشد مصطعش هو في سنية كما يقع في الصورة. لاحظوا يا جماعة عند هاي الصورة اللي هاي جاي تشوفوها يتمثل الإحراف في وضع راشد في السنية. استعمل الصورة لأن جملة ضرب وجملة قسمة مرتبطة بها. مفضل عندي إني أعرف جملة ضرب وجملة قسمة مرتبطة بجملة الضرب اللي أنا راح أكتبها. نحن نعرف أن القسمة هي توزيع الأشياء، هي توزيع الأشياء بشكل متساوي. عندي العلاقة بين القسمة والضرب هي علاقة عكسية. العلاقة بين الضرب والقسمة هي علاقة عكسية. يعني عندما أقول ضرب يعني أضم الأشياء، لما نضرب يعني جاي نضم الأشياء أو نجمع باختصار. أما القسمة هي توزيع الأشياء بشكل متساوي. نجي نعمل ناخذها. إحنا عندنا شنو؟ عندنا بالقسمة المقسوم، المقسوم عليه الناتج. عندنا ثلاث أشياء: مقسوم، مقسوم عليه الناتج. المقسوم دائما هو العدد الأكبر. المقسوم هو العدد الأكبر. المقسوم نشارك القسمة المقسوم عليه يساوي دائما اللي يجي بعد اشارة تساوي هو الناتج. فإذا هنا الناتج. عندي القسمة، عندي مقسوم ومقسوم عليه وعندي ناتج. المقسوم هو دائما العدد الأكبر. إشارة القسمة المقسوم عليه يساوي دائما اللي يجي بعد اشارة تساوي هو يكون عندي الناتج. شو نعرف احنا العلاقة عكسية؟ شو نعرف العلاقة عكسية بين الضرب؟ عندما أقول قسمة فإن هذا القانون، لما نقول قسمة هذا القانون أستخدمه. إذا قلت الضرب، شو معنى الضرب؟ الضرب شو يمثلني؟ حاصل ضرب الناتج في المقسوم عليه. لاحظ الضرب شو معنى؟ الضرب شو يساوي؟ الناتج
عندها الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث. نجي نكمل إلى أن يصير عندي 21، إلى أن يصير عندي العدد 21. نجي نحسبهم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. وجود
تساوي 3. ايش مطلوب من عندي بعد؟ اكتب ثم اكتب حقائق الضرب المرتبطه بها. طلعت حقائق الضرب بهاي. حقائق الضرب هي عندي 3 في 3، 3 في 3 يساوي 9. اذا عندي جمله قسمه اللي هي قسمه 9 على 3 وجدنا ناقص 3. جمله الضرب القسمه الضرب المرتبطه بهذه جمله القسمه هي 3 في 3 يساوي 9. ال 3 اللي هو ناقص الضرب نزلته